لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كانت التحديات ستضغط على الناس بشكل غير محتمل، ومصر على رأس دول العالم في تدوير واستخدام المياه. هذه كانت أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة. التفاصيل كاملة نعرضها لكم من خلال هذه التغطية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية. ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين. ويشهد المؤتمر في نسخته الثانية تحولا نوعيا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا. من جانبه، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على هامش المؤتمر كل القائمين بالمؤتمر، مؤكدا أن العنوان الخاص بالجلسة هو عنوان مهم للغاية، وإن مصر لها تجربة في طرح الأزمة وكيفية تحويل المحنة إلى منحة. وتبع الرئيس السيسي حديثه قائلا: إننا خرجنا من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف الإرهابي، والبلد كانت في حالة فوضى، وبالتالي التحقيقات والأزمات، وأن أي أحد كان يراها يشعر أنها لا يوجد بها أي حل، لكن الأمر ليس كذلك، والأزمات توفر فرص حقيقية للنجاح. وأشار أيضا إلى أنه تم الاعتماد على مبدأين مهمين للغاية، وهم المزج بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، وهذا كان أحد استراتيجيات الدولة والتي تم الحرص على التعامل معها. وأكد الرئيس السيسي على أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية، مؤكدا أنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط على الناس بشكل غير محتمل. من ناحية أخرى، أوضح سيادته أن مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي، حيث نفذت الدولة مسحا صحيا كاملا للمواطنين على هامش علاج فيروس سي. وقال أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من ضمن التحديات التي تواجهنا مسألة المياه، ونحن في مصر حصتنا من المياه موجودة ولم تتغير على مدى عشرات السنين، ويمكن أيضا مئات السنوات. وأضاف: هناك 55 مليار متر مياه تقريبا متاحة لمصر، وعدد السكان 106 ملايين، وهذا تسبب في فقر مائي شديد ولم نقم بأي صراع مع أحد. وطبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد. وأخيرا، أكد سيادته أن مصر دخلت في برنامج ضخم للغاية على مدى 10 سنوات الماضية للاستفادة بمعالجة المياه بشكل متطور، مما يجعلنا على رأس الدول في العالم في تدوير واستخدام المياه. وتم الاتفاق في هذا الأمر، وأيضا تم إنفاق أرقام هائلة حتى في الصرف الزراعي، ليس في مياه الشرب فقط. والأزمة وإن كانت أزمة،
ولكن بالإصرار وبالفكر وبالعمل من الممكن أن تتحول إلى منحة كبيرة. مشاهدينا، هذه كانت أبرز تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا المؤتمر. إلى هنا تنتهي تغطيتنا، ولمزيد من المتابعات والتغطيات تابعوا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.